السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم ديالي كيتون من المغرب، لكن منذ 7 سنوات أعيش بفرنسا، أهلا بالضبط وسهلا. باريس. أريد أن أنصح الإخوان المسلمين الذين يعيشون هنا وكل الجاليات العربية. هناك مشكل قليل من الناس من تفقه له، لا أدري هل الكلمة صحيحة، ألا وهي أنا شخصيا أتعالج، لدي مرض مزمن ولا يعالج، هو مرض يبقى مع صاحبه إلى أن يصبح مقعد. الله يشفيك ويعافيك ألو. أختي، الله يشفيك ويعافيك وييسر أمورك. وإذا بي في مرة ذهبت للمستشفى لأني لم أكن بحالة جيدة، فلم تكن هناك لانفيرميير، الممرضة لم تكن حاضرة، وكانت هناك فقط تلميذة ستاجير في مرحلة، لا أدري ماذا أسميها باللغة العربية، تدريب، متدربة، كانت هناك يعني تحت متدربة، التدريب. نعم. نعم تحت التدريب، وطلبت، قلت لها لقد نسيت ملفي الطبي في المنزل، هل ممكن أن تعطيني كوبي من الملف الموجود لديكم في اللوجيسيال؟ فهي طبعت الأوراق لكنها لم تنتبه أنها طبعت كل الأوراق. أمسكت نسخة الملف، شكرا سيدتي، جلست في الانتظار، فبدأت أقرأ هل نفس الشيء الموجود في ملفي الذي لدي في المنزل؟ فأفاجأ بالكارثة، ألا وهي صفحة تسمى باللغة العربية صفحة المتبرع. في هذه الصفحة يوجد القلب غير صالح، لأن لدي ده أمراض في انت القلب. انت ده انت بقى انت دلوقتي بتقرأي هم بيحللوا جسمك ازاي، ايه اللي هينفع فيه واللي مش هينفع. أيوة، اوه والصفحات دي مش لازم تنطبع للمريض، الصفحات دي بتبقى سر لدى المستشفى، لا يعطونها لأي مريض، لا تعطى أبدا للمريض، هذه الصفحة ملك للمستشفى، لا يطلع عليها أبدا المريض، لأني لاحظت أن عدد الصفحات في الملف الذي طبعت لي السيدة ليس هو عدد الصفحات الذي لدي أنا في ملفي في البيت. فالقلب غير صالح، الكبد صالح، الكلى بعد التحاليل. ده كنت مصدومة، فعدت إليها. دي ورشة تشليح سيارات ولا مستشفى؟ يعني بجد يعني يعني هم لما لاحظوا أنني مريضة، وفي كل مرة أذهب للمستشفى ولدي كما يقول الطبيب ملفي الصحي متسخ، بالنسبة لهم هذا كيف سأقولها، يعني سنأخذ ما نريد، قد تموت بأي شيء ونحن نستعمل الأعضاء اللازمة. إنها الله عليك. سرقة أعضاء، بالنسبة لي هي سرقة أعضاء، لأن لا أحد طلب مشورتي، لا أحد تكلم لي في هذا يوما. والله هذه مصيبة، الكلام اللي أنت بتقوليه هذا كارثة يعني. فتعصبت، وأنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية، وأغلبهم يظن أني من أصول برتغالية، فقط من يقرأ اسمي ونسبي يعرف أنني من دول شمال إفريقيا. فقلت لها سيتو بلي جوليا، فقلت لها سيدتي، فعدت إليها ووجدت أن الممرضة الأصلية قد عادت صدفة، وقلت لها سيدتي لقد وجدت هذه الأوراق في الصفحة الأخيرة، في الصفحة الأخيرة، ولا أفهم لأن هذه الأوراق أنا ليست لدي، فما هذا؟ فإذا بالممرضة طلبت مني أن ترى، الممرضة التي تعمل عادة في ذلك المكتب طلبت مني أن ترى، فوجدت تلك الأوراق وقالت لي للسيدة ممنوع أن تطبعي هذه الأوراق، إنها ملك للمستشفى، هذه الأوراق لا تطبع، وهذا خطأ فادح قمت به اليوم. تعصبت عليها، فقلت لها سيدتي أولا أنا أعرف أن في القانون الفرنسي الكل متبرع، لكن هذا يمشي على الفرنسيين ويمشي على أصحاب الإقامة، أنا حتى إقامة ليست لدي، أعيش هنا منذ سنوات وأدفع الضرائب وكل شيء وليست لدي إقامة وأعمل. يعني انت قدرا كده بدون اي حسابات، انت ربنا سبحانه وتعالى كشف لك هؤلاء وماذا يخططون لك يعني. وهذا اعتقد نعم، لم يقع أكون على لكثير علم. من الذين يعيشون هناك. وفي والله في فيديو اللي انا عملته الموت في الغرب مجازفه كبرى، في فيديو على القناه اللي هو سرقه الاعضاء، في التعليقات تحت ناس كتير من فرنسا ومن اسبانيا ومن دول اوروبا يقولون، واحده تقول انا امي هم تسببوا في موتها عشان ياخدوا مش عارف ايه، واحده تقول انا اختي واحنا رايحين ندفنها حبينا نطلع عليها نشوف الجسم قبل الوداع الاخير والكلام هذا، وجدوا الجثه يعني ناقصه، يعني مفتوحه ومتبهدله خالص خالص خالص، يعني حتى انهم تقول شعرنا بالرعب مما راينا. ما هذا العبث؟ يعني إيش هذا الكلام؟ يعني هذا وسأزيدك يا سيدي، فأنا لست شخص غبي، أنا أعرف كيف أمر من القوانين، فقلت لها الآن وحالا أعطني ورقة وقلم.
قالت لي ماذا ستفعلين؟ قلت لها سأجد حل لنفسي، أنتم لن تجدوا لي حلا ولكن سأجده لنفسي. قلت لها القانون يقول أن أي شخص لا يريد أن يتبرع بأعضائه ما عليه إلا أن يكتب ورقة ويمضيها. قالت لي نعم، لكن قالت لي نعم لكن عندما تموتين. قلت لها عندما أموت من سيكتبها؟ زوجي سيأتي متأخر، إذن ستكون قد شرحتموني حتى الجلد والعظم، ربما تكون قد أعطيتموه لشخص ما. فبدأت أكتب وأكتب أنا الموقع أسفله، اليوم الفلان الفلاني في الساعة الفلان الفلانية نظرت إلى المكتوب في صدرها، هناك تيكي مكتوب في صدرها لمعرفة اسمها، بحضور السيدة الفلانة الفلانية أرفض رفضا باتا أن أتبرع بأعضائي. سبحان الله. نعم، هذا الكلام أزعجهم أصلا من البداية، يعني هم حسوا أن أنت كشفتي كده المخطط بتاعهم اللي كانوا شغالين عليه. فعندما وضعت هذا وأمضيته، سبحان الله، قال لي دماغي وكأنها سوف تخفي المكتوب أو تفعل به شيئا. فأخذت هاتفي وصورته، صورت الورقة، قلت لها الآن أنا كتبت، ها هو لديك، وهذه صورة على هاتفي، والصورة على هاتفي سوف أطبعها مرة أخرى وأعطيها لإدارة المستشفى في حالة ضياع هذه الوثيقة. ومنذ ذلك الحين صراحة تغيرت معاملتهم لي في المستشفى. الله المستعان، هذه مصيبة يا جماعة، هذه مصيبة. إذن الإخوان من فضلكم عند ذهابكم للمستشفى أطلبوا نسخة كاملة من ملفكم الصحي، وأشدد على كلمة نسخة كاملة، لأنهم ستجدون أن لديهم معلومات عن الكلى. أنا مثلا لم أعاني يوما في مرض للكلى، وبالرغم من ذلك كتبوا الكلى أبخي أناليز، بعد التحليلات. أي أنها ربما صالحة ربما غير صالحة. القلب غير صالح، الرئتين صالحتين، الكبد صالح. والله كارثة، أنا الكلام ده صادم وكارثة كبرى، وأتمنى أن يسمعه الجميع. والمشكلة الثانية هذه في مجال التعليم، فأنا عادة مريضة، زوجي يعمل بالليل وعندما يأتي في الصباح يساعدني في ابنتي عمرها 2.5 سنين. فكرت أن أرسلها للاكريش، باللغة العربية الحضانة. وذهبت للحضانة جانب البيت أين أقيم، وطلبت هل هناك مكان لأن التسجيلات قد انتهت. فقالت لي نعم هناك أماكن لثلاث أطفال تقريبا. فطلبت منها اسكو جو فير لا فيزيت، أي أن أدخل وأرى المكان الذي يضعون فيه الأطفال قبل أن أذهب للتسجل في البلدية. هناك سيرفيس يسمى لابسيت انفونس، الطفولة الصغيرة، هناك نسجل الأطفال كي يجدوا لهم مكان في لاكريش. فأنا طلبت لاكريش أولا، قالوا لي هناك مكان، طلبت أن أرى مكان أين يضعون الأطفال فأرتني. فكنت مصدومة، وجدت رجل مع الأطفال، أي المربي يضع أحمر الشفاه ولديه لحية وشعر طويل، ويلبس جيب تنورة وحذاء ذو كعب عالي. فإن رأيته ستصدم، لن تفهم ما هذا الشكل العجيب. هذا داخل روضة الأطفال اللي المفروض أنه بيربي الأطفال. هي طفل يمسك طفل على حجره ويلعب معه. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله هذه مصيبة. فسألت، قلت لها هل من الطبيعي أن نجد سيد أو سيدة أو مخلوق مثل هذا في رعاية الأطفال؟ قالت لي مدام سي لوموفوبي، سانت عندي بغلا الوقت، إنها تكرهين الجنس الثالث وهذا ممنوع من قبل. قلت لها أعتذر، لن أضع ابنتي في هذه لاكريش، في هذه الحضانة، وأفضل أن أعتني بها إلى أن تتم 3 سنوات، لأن هنا في القانون الفرنسي عند 3 سنوات يجب إرسال الأطفال إلى المدرسة، وماكرون هو من قرر هذا، جميع الأطفال. لماذا 3 سنوات؟ لكي يصنعوا منهم ما يريدون في العقل، أتكلم عن العقل، كي يربوهم كيف هم يريدون. هو الدول الغربية كلها تحاول أن تجعل الأطفال يكونوا أكبر فترة ممكنة في المدارس قبل أن يربوهم الآباء، يربوهم في مدارسهم بطريقتهم وهكذا، يعني هذا معروف يعني. نعم للأسف الشديد يعني. الله ينجيكم ويسترها عليكم. أنا لم أكن قبل في إرسال ابنتي إلى لاكريش أو المدرسة لو لم أكن مريضة وأحتاج المساعدة، وليس لي أسرة هنا ولا أي شيء. أعاني الأمرين منذ 2.5 سنين في تربية ابنتي منذ أن كنت حاملا بها. الله يستر عليك وعلى بنتك وينجيكم جميعا
يعني والله كارثة. الظروف صراحة صعبة. بارك إن الله شاء فيك الله يا أختي، أخي. وشكرا لك على التوضيح الخطير هذا، لأنه أنا هقطع الجزء المتعلق بالمستشفى هذا بعد إذنك، وهنشره نعم لوحده مستقل حتى يحذر الناس. وأعتقد هذه مسألة ربما تكون على فكرة في بريطانيا، الذي لا يقدم طلب بعدم تبرع بأعضائه هو تلقائيا متبرع، وفي دول أوروبية نعم كثيرة، هنا في فرنسا أيضا. وفي فرنسا، وفي دول كثيرة، الذي لا في السويد الآن أصدروا القانون يا جماعة، كثير من دول أوروبا ابحثوا في هذا الأمر، الذي لا يقدم طلب بعدم التبرع بأعضائه بعد، يعني إذا حصل له أي شيء أو كذا، فهذا الشخص فهو هو متبرع. متبرع. وخلي بالكم الناس اللي بيضحكوا عليكم، يقول لكم يعني إيش يضر الشاه بعد يعني بعد كذا، بعد سلخها، بعد موتها، وكلام هذا لا يجوز شرعا. أنت هذه ليست، هذه الأمور ليست ملكا لك، وهؤلاء إذا علموا الجسم أنك فهمتنا. متبرع صدقني سوف يحرصون على قتلك حتى يأخذوا أعضائك. أنت الآن متبرع، عاوزين كليتك، ممكن تروح مستشفى في مسألة بسيطة يقتلوك ويأخذوا هذه الكلية ويقولوا هذا مات وإحنا خدنا الأعضاء حسب ما كان متبرع. أوعى تفكر إن أنت أذكى منهم، هؤلاء سوف يسعون لقتلك حتى يأخذوا منك هذه الأعضاء. أول شيء لا يجوز شرعا. ثاني شيء، أنت عارف الأعضاء دي مين اللي هينتفع بيها؟ وأنت لا، يعني لو افترضنا جدلا، لا 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 أعلم الحكم الشرعي 100%، لو افترضنا جدلا جواز هذا الأمر، فهو في هذه البلاد حرام عليك. ممكن أعضائك هذه ينتفع بها واحد ملحد يعيش يتقوى على معاداة الإسلام بأعضائك هذه، ممكن واحد من فاحشة قوم لوط، فاتقوا الله في أنفسكم. ما في أحد يضحك عليكم اللي عايشين في الغرب ويقول لك يا عم إيش المشكلة وإيه كذا، لا لا يجوز شرعا. بارك الله فيكم أختي الكريمة، شكرا لك.